بالخير على كل السادة المشاهدين بينضموا إلينا من خلال شاشة التانية وبيتابعونا، ويوم جديد بيبدأ مع حضراتكم ومصر جميلة. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا هند، صباح النور مشاهدينا الكرام، وبإذن الله هيبقى يوم جميل جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الصحة والستر ونبتدي يومنا، وأكيد هيبقى يوم إيجابي بإذن الله، ونهارنا هيبقى نادي إن شاء الله يا رب العالمين. يوم جميل على كل السادة المشاهدين، ويبقى يوم مليان بالطاقة والنشاط والإيجابية والطاقة الإنتاجية كمان. الحقيقه كل يوم والتاني كلنا بننزل نروح الشغل. الحقيقه يعني المشكله انه بعض التقارير بتشير انه انتاجيه الموظف المصري في اليوم بتبقى ضعيفه جدا. لو قدرنا ان احنا نحسن من كفاءه وانتاجيه المواطن المصري في اليوم، وتزيد بدل ما هي حاجه و20 دقيقه توصل لعدد الساعات العمل اليومي، اعتقد ان الوضع هيختلف تماما. اكيد يعني، وعايز اقول لك ان الموظف المصري مبدع، بس تهيئ له الجو اللي هو يقدر يشتغل فيه. لو هيأتي له الجو اللي هو بيشتغل فيه كويس وتدي له فلوس كويسه، هيطلع شغل كويس جدا. والدليل المصريين لما بيطلعوا بره بيشتغلوا كويس جدا، وبيأدوا دورهم وبيتميزوا، وكمان بيوصلوا لمرحله الابداع في الشغل بتاعهم. وده مش كلامي، ده كلام الناس اصحاب الشركات اللي بتشغل ناس مصريين بره، كلهم بيقعدوا يتغنوا بيهم. صح. بس احنا عايزين بقى نشد شويه، احنا نطور نفسنا شويه يا جماعه هنا في مصر، عشان نقدر فعلا ان احنا نبني بلدنا كويس. ممكن يعني نزود شويه جرعه الشغل، نحاول ان احنا نعمل اللي علينا. مش نحاول، هو ده لازم، هو ده يعني نحلل الفلوس اللي احنا بنقبضها، يعني نشتغل بما يرضي الله ونشتغل كما يجب ان يكون، علشان خاطر في الاخر نبقى بنعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده ما بيغفلش انه في طبعا ناس شغاله بجد واجتهاد كل يوم من فجر ربنا. يعني انا واحده كل يوم بشوف مثلا الفلاحين في الاراضي من بعد صلاة الفجر وأذان الفجر، الناس بتنزل الأراضي بتاعتها وتشتغل بإيديها، وتلاقي الساعة 7 الصبح تقريبا اللي بيجمع محصول جمع ربع. شغال الساعة 5. اشتغلوا. وغير كده امشي في الشوارع هند، هتلاقي شرطي المرور واقف، عسكري المرور واقف، هتلاقي الناس اللي بتكنس الشارع شغالين يعني بطريقة قوية جدا، هتلاقي بائعة الجرجير قاعدة بتبيع، هتلاقي بائع اليوسفندي والبرتقال، هتلاقي ناس كتيرة بتشتغل طبعا. بتسعى لرزقها، وده اللي طبعا. احنا عايزين نقوله للناس كلها يا جماعة، نسعى للرزق ونعمل دورنا على أكمل وجه، وأكيد ربنا هيكرمنا آخر كرم بإذن الله. حتى النهارده في مقدمة الحلقة عايز يتكلم على تجربته مع المترو، وهو من يعني مستخدمي المترو يوميا، وطبعا في ايجابيات كثيره جدا بيشوفها وكمان في سلبيات، ف يعني حلو. خلينا نشترك معاك في التجربه. اوكي طيب، انا هعمل لكم تقرير سريع كده. انا بركب المترو في خطين، وبقى لي يمكن اكتر من 6 شهور قررت مع نفسي كده، قلت خلاص موضوع العربيه اوكي، بس الزحمه بتاعت كوبري 6 اكتوبر كده بقعد ساعه ونص عبال ما اوصل. طب وليه؟ طب ما انا اوصل بدري عن طريق المترو، 25 دقيقه ببقى هنا، ده جميل جدا من مصر جدا. فبركب خطين، الخط الاولاني وهو الخط الثالث، مش الاول، الخط الثالث اللي بيجي من مصر الجديده لغايه العتبه. بيرفكت، هايل، اكنك في باريس، تحفه، مفيش حاجه واقعه على الارض. طبعا موضوع عقب السجاير ده مش موجود اصلا، الهواء نظيف، الناس تكييف حلو، سلوك الناس مبتسمه وهي راكبه، الناس قاعده مرتاحه، التكييف جاي عليكي، الكتابه بتاعه اللوحات الساينز بالانجلش وبالعربي هايله، اجانب بتركب بتعرف تقرا. تنزلي بقى العتبه تلاقي قصه تانية خالص، الدنيا بتتغير. انا ما ركبتش لسه الخط الاول، بس انا ركبت الخط الثاني اللي هو في من العتبه اتجاه الجيزه. ممكن تلاقي بعض السبيلنج ميستيكس او غلطات، ويمكن اتكلمنا عنها قبل كده، لكن تدارك الامر وفي كلام كتير اتصلح، ويمكن في بعض الحاجات القديمه بس بتتشال الساينز وبتتحط. الاجانب ابتدوا يعرفوا يقروا الوجهه بتاعتهم. المشكله في الزحمه، لان الخط ده عليه اقبال كتير جدا. التكييف قد يكون في الصيف مش قد كده، لكن دلوقتي تحس بيه. مش كل الناس بتبقى قاعده، لكن الجميل في الامر ان تعامل الناس مع بعض بقى هنا، دي حاجه جميله. هم دول المصريين، لما تلاقي الناس قاعدين وراجل كبير راح داخل، تلاقي كل الشباب راح يقول اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، هايل. طب ده يطمننا جدا. دي حاجه. واحده ست تخش نفس القصه، لو ست واقفه والدنيا زحمه خالص بيخلوها هي تبقى في جنب الحيطه، بحيث انها ما حدش يعني يجي جنبها، وبيعملوا زي كردون كده الشباب من بعيد عنها، بحيث ان هي يبقى في مساحه واسعه انها لو المترو جه يمين او شمال تتحرك. الاحترام، الابتسامه، ما فيش حد بقى بيزق حد والحاجات اللي احنا بنشوفها دي، لكن وارد ان احنا نلاقي حاجه زي كده، مش مشكله. لما يكون الناس كتيره مندفعه وبتطلع، ممكن واحد غصب عنه يتزق على حد او كده، ودي حصلت معايا برده في الخط الثاني. ما كنت نازل التحرير مره، ف يعني الناس كتير قوي كانت نازله، فاتزقيت على راجل
كبير في السن. فاعتذرت له، فراح باصص لي كده قال لي تعتذر لي ليه؟ قلت له انا اسف يا فندم انا اتزقيت على حضرتك وكان واقف قدامي. فقال لي لا ما فيش مشكله. شوفي رد الفعل بتاع الناس، قال لي لا ولا يهمك انا ما حسيتش عشان ما يحرجنيش. هو ما يعرفش مين اصلا، مش في دماغه يعني، هو راجل يعني واقف، لا واحد بيعتذر له. والحقيقه دايما انا بلاحظ يعني سواء في المترو او في الشارع او في اي حته، لما انت بتبادر بالاخلاقيات والابتسامه وتصبح على الناس وتشكر الناس وكلمه من فضلك ولو سمحت، يعني لما بندخل مصالح حكوميه، لما بنتعامل مع ناس في الشارع، اول ما بتبدا بالكلمه الظريفه يا حاج لو سمحت يا حاجه من فضلك، بتلاقي الوضع اختلف تماما. التجاوب واستجابه من الطرف اللي قدامك وابتسامه، وبيرد عليك بالاحسن من اللي انت حييته بيها. ده اللي اتربينا عليه هنا، ده اللي اهالينا قالوا لنا نعمله، ويا فندم وحضرتك وتحت امر الكلام الحلو اللي هو يعني مش هقول لك يكسف اللي قدامك، لا يخليه رد فعله يبقى ايجابي معاك غصب عنه. صح. حتى لو هو دايما متنرفز ومتخانق مع مراته او قاعد متضايق او موظف وزكى فندي وقاعد مستني يخلص الساعتين ثلاثه اللي هيشتغله، لكن لما تخشي له فعلا بابتسامه حلوه وتقول له من فضلك ولو سمحت، اكيد المعامله بتختلف تماما. اكيد، وحضرتك ولو سمحت وكده، ده كل ده بيفرق جدا. يعني انا بتضايق قوي، ودي صور من الصور السلبيه اللي موجوده، ولكن في سبيلها للزوال في الشارع المصري، الناس اللي بتتعامل مع الناس البسطاء بعجرفة. انت مش من حقك ان انت تتعامل مع حد بسيط او يعني بائع خضار، بائع اي حاجة، مش من حقك ان انت تتعامل معاه بطريقة مش لطيفة او ما فيهاش تهذيب، لانه هو زيه زيك بني ادم، هو من حقه عليك ان انت تحترمه لو انت عايزه هو كمان. صح. يحترمه. فبالتالي هو التعامل خد وهات، لما انت تبقى كويس مع الناس اكيد الناس بالتالي هتبقى كويسة كمان معاك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتسم في وش الناس كده ونقول الكلام الحلو اللي احنا اتربينا عليه، هيخلي ربنا يخلي يومنا كله ايجابي ومليان بالايجابيات، وهنبعد عن السلبيات وهنلاقي معامله حلوه. من الحاجات الحلوه بقى بتاعتنا اللي احنا عايزين نقدمها النهارده، ايه رايك نقدم تقرير عن معرض اسمه ارجاديليو؟ ارجاديليو يعني احنا بنحبكم. ده بالنوبي. انا كنت اقول رساله حب، بس هي برضو رساله هي حب، احنا بنحبكم. هي فعلا رساله حب من الفنانة التشكيلية راندا إسماعيل، وبتوجهها لكل أهالي النوبة، وإحنا كمان من هنا من مصر جميلة بنحيي كل أهالي النوبة، بنقول لهم إحنا بنحبكم، وأرض النوبة أرض طيبة وجميلة، والفرصة بقى للناس كلها خلال أجازة نص السنة، والجو جميل جدا دلوقتي في الأقصر وأسوان، ففرصة إحنا كمان نشجع السياحة الداخلية ونروح لأقصر وأسوان. مش بس كده، انت تروحي بقى القريه النوبيه والقرى اللي هناك النوبيه، يا خبر ايه الجمال ده، وايه الابتسامه الحلوه دي، وايه البشاشه دي، وايه النظافه اللي في الشوارع، حاجه بجد بجد اكنك في كوكب تاني. يعني ناس حاجه جميله جدا على فكره، المصريين كلهم كده مش كده ولا ايه؟ صح. هيا بقى نطلع ارجاديليو لكل اهالي النوبه ولكل المصريين، ونرجع مره ثانيه.